السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكلة أخرى بنتابعها في إحدى قرى مركز تميل أمديد محافظة الدقهلية. المتهم هذه المرة هي الوحدة المحلية. متهمة بإيه الوحدة المحلية؟ على حسب الفيديو اللي هنعرضه لحضراتكم دلوقتي واللي صوره الأستاذ سمير خالد، وهو أحد مواطني صدقة، والراجل بيتمنى أن تكون بلده على أفضل صورة. لذلك فزي ما هتشوفوا كده مجموعة من الجرارات الزراعية التي لا تعمل، وبعضها محمل بالزبالة ويظل محمل بالزبالة لفترة طويلة جدا لأيام يعني، وموجود عليه القمامة، وحتى بيتم رفع القمامة أعلى من المستوى الطبيعي. لذلك فإيه الجرار لما بيجي يمشي بيوقع الزبالة تاني في البلد، ويعني بجد المنظر مؤلم جدا. وهتشوفوا أنا مش هتكلم لأن الصورة الوقت هتتكلم، والراجل وصف دقيق للوضع عندهم، وأنا بعرضها للمسؤولين علشان يتم إصلاح. إحنا ما بنقدمش شكاوى في حد، دي بس علشان المسؤول يشوف ويصلح من نفسه، والأعلى منه يصلح منه، وحتى تسير المنظومة على أفضل ما يمكن. لأنكم عارفين إن بعيد عن العاصمة وبعيد عن عاصمة الإقليم اللي هي المنصورة في حاجات كتير جدا بتحصل ومحتاجة إصلاح، والأنظار ما بتتجهش إليها زي ما السيد المحافظ والسيد نائب المحافظ والسادة المسؤولين بيهتموا بالعاصمة. يعني في محافظة الدقهلية الاهتمام منصب على مدينة المنصورة، ولكن المدن الأخرى والقرى الأخرى يعني إيه لها الله. مع الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متفتحة وش عدتك، والعجل نايم على الأرض، العجلة دي نايمة على الأرض اهي، وهو محمل زبالة ومرمية على الأرض دي بقالها أكتر من أسبوع سعادتك، اهي دي بقالها أكتر من أسبوع مرمية محطوطة، والعجلة بتاعتها نايمة على الأرض، والجوانب كلها متاكلة. ده جرار الطفه، بس لا برضه بابور يشدها اهي، بقالها اكتر من اسبوع واقفه من قبل العيد حضرتك، والجوانب بتاعتها في حدود 60 سنتي بتوقع الحاجه اللي فوق، يعني لو البابور مشي الحاجه دي بتقع. كان فينا حديد سعادتك، كان الحديد دي عامل من جوانب، كان معمول له جوانب، الحديد اتعرق واترمى واصبح دي من غير حديد، اصبح دي من غير حديد اهي سعادتك، اصبح من غير حديد اهي. فلما البابور ده بيمشي، لما بيجي البابور جرار يشد المقطوره دي، كل الزباله دي بتقع تاني على الارض، يبقى اللي بيلموه من الشوارع بيقع على السكه. وادي مقطوره تانيه سعادتك واقفه، البرومة كلتها والجوانب بتاعتها سقطت اهي، اتخرقت كلها، اتخرقت كلها وباظت اهي سعادتك اهي، جنب ده والجنب ده، ومن هنا كده سعادتك اهو. وادي واحدة كمان واقفة، يبقى كده ايه خمس مقاتير واقفين مش لاقيين حد يشدهم اهم سعادتك، زي ما انت شايف كده. دي بوابير الوحدة المحلية، هنا بوابة، هي البوابة دي من اول هنا سعادتك لغاية هنا، والبوابير واقفة جوه يا سعادتك، لان الباب مقفول اهو بالقفل.
احنا بنصور سعادتك اللي واقفين جوه، اللي واقفين جوه دي البوابير كلها لا حول ولا قوه عطلانين، البوابير دي كلها عطلانه بايظه بايظه ومحطوطين في الجراج وبايظين. Thank you.